السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومني لكم أجمل تحية. عندي هذا الرشيمة إن شاء الله غادي نخدمها معكم بالتنبات. والمواد اللي غادي نخدم بهم تقريبا بنفس اللون، لكن الأشكال مختلفة، بالحجيرات، الاستراس، الموزون، العقيق المكركب والعقيق المهرس. فرجاء نبغيكم تابعوا معي الفكرة حتى الأخير، وشكرا لكم. اختاريت هذا النوع ديال الاستراس، يكون الحجم ديالو رقيق أو صغير، وغادي نستعن بهذا اللصاق. ممكن انتي تبداي تبتي مباشرة بالخيط والإبرة، الطريقة سهلة كيف ما كتلاحظوا، انك فقط غادي تبعير على الرسمة اللي عندك. ولو انك يعني ما عمرك خدمتي يعني تنبات، يعني هذه طريقة سهلة انك تبداي بها. وفي الحقيقة هاد الرسمة ممكن يعني تخدميها على خدمات أكثر أو بطرق مختلفة. مثلا تنبت كأول حاجة، كاين الرسم يعني ممكن تكون بلا بانتيغ، كاين طرز ديال اليد أو لا طرز ديال الآلة، يعني طرق مختلفة لكن بنفس الرسمة. يعني ممكن تبدعي فيها كيف ما بغيتي وبالطريقة اللي يعني اللي كتعجبك. دابا من بعد ما لصقت باللصاق غادي ندوز نثبت بالخيط والإبرة، يعني ان هذه المرحله ضروريه، لان الا ما درتيهاش راه غادي واخا كتقولي انك لصقتي تصبينه وحده كل شيء غادي يزول. يعني ضروري انك تبتي بالخيط والابره. وغادي ندوز للمرحلة الأخرى من بعد ما تبت السلسلة. غادي ندوز نخدم بالحجيرات اللي تقريبا من نفس اللون ديال السلسلة وديال الأرضية ديال الثوب. يعني ممكن تخدمي بسلسلة تكون يكون اللون ديالها أسود، يعني حتى هو كيكون كيف ما كتعرفوا أن الأحمر كيجي مع بزاف الأسود.
او لا تخدميها كلها بالدوري، يعني دائما كاين اختيارات كثيرة. وانتي كتشوفي اللي كيعجبك يعني حسب الذوق ديالك. وكيف ما كتلاحظوا انني دورت سلسلة او سلسلة بالدوري على الوردة، على عفوا على الحجرة الحمراء. من بعد غادي ندير او نخدم ب دقيق مكركب حتى هو بالاصفر. يعني باش يكون الرابيل السلسلة. ومن بعد العقيق المكركب الصفر غادي ندوز العقيق تقريبا هو غوز، يعني بين الغوز وبين الاحمر، لان الا درت احمر تقريبا قريب للثوم بزاف يعني ما غاديش يبان مزيان، لذلك حاولت ندير اللون يكون شويه فاتح. وبنفس الطريقة اللي خدمت بها الوسط ديال الرسمة غادي ندوز نخدم الجهة الأخرى. فقط غير تابع معايا الفكرة حتى الأخر.
ودابا غادي ندوز كيف ما كتلاحظوا، غادي نخدم بالموزون اللي هو كذلك بنفس اللون ديال الحجيرات وديال الاستراس. فنبغي نهدي تحية كبيرة للمشاهدين ديولي منهم ذكور وإناث صغار وكبار، فتحية لي كبيرة كبيرة، وكنطلب من الله تعالى أنه يوفقكم اللي فيه الخير، وربي يخليكم ليا جميعا. تقريبا كانت هذه هي نهاية الفكرة، فغادي نكمل الباقي وإن شاء الله نوريكم كيفاش يعني طلعت كلها. وإلى فيديو جديد إن شاء الله.